جنون البقر، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، هذه أمراض سمعنا عنها ونعرفها، لكن يوصل الموضوع لزومبي غزلان وحمى ببغاوات؟ لا، كذا محتاجين وقفة عشان نفهم الأمراض. الأولى هذه نعرفها، بس إيش الجديد هذا حق الببغاوات والغزلان؟ خليني أقول لكم الموضوع، لأنه طبعا أنا خلاص يعني صرت خبيرة ومختصة في نقل هذا النوع من الأخبار، عندي يعني خلاص شهادة دكتورة. يعني زومبي الغزلان أو هزال الغزلان مرض اتضح أنه مو جديد، لكن نوفمبر تسجل فيه غزال في أمريكا، من وقتها انتشر في 31 ولاية وفي كندا كمان. المرض هذا بيصيب الدماغ وبيخلي الغزلان هزيلة ومو مركزة، لدرجة أنه يكون قدامها أحد بيفترسها وما بتهرب، وبشركم يعني قالوا ينتقل للبشر. وفي نفس الوقت هذا عاد في أوروبا، في حمى ببغاوات منتشرة. السويد تحديدا حذرت الصحة العامة من انتشار الحمى بعد ما تم الإبلاغ عن 25 حالة من سبتمبر الماضي، و12 منهم بس ديسمبر هذا. المرض قاتل للطيور بنسبة 90%، ممكن ينتقل للبشر وبشكل خطر على الحوامل. أعراضه حرارة، صداع، التهاب حلق وغيرها. طيب، من لندن عبر سكايب الدكتور عبد الكريم قزيز بينضم إلينا، طبيب طبعا علم الوبائيات والأمراض. أهلا فيك معنا دكتور عبد الكريم. يعني إيش وضع الحيوانات؟ يعني كل شوية في شيء جديد بيطلع منها يعني ولا؟ أهلا بكم، أسعد الله مساءكم مساء المشاهدين. يعني للأسف هذه الأمراض فعليا لا تنتهي، يعني الأمراض التي تنتقل بين الحيوانات ومن ثم من الحيوانات إلى الإنسان تشكل تهديد كبير، لأن طبيعة الحياة اللي عم نعيشها الآن هي تعزز في تواصل كبير بين الإنسان والحيوانات، سواء عن طريق استهلاك اللحوم أو التواصل المباشر، وبالتالي احتمال انتقال هذه الأمراض إلى الإنسان احتمال كبير. المشكلة اليوم نتحدث عن مرضين، هلأ حمى الببغاء رح نأجل الحكي عليه شوي لأنه هو الأسهل، أما مرض زومبي الغزلان فعليا هذا من الأمراض الخطيرة والخطيرة جدا. لماذا؟ لأنه اللي بيسبب هذا المرض هو لا نو بكتيريا ولا نو فيروس، يعني ما بيشبه شيء من الشيء اللي تعودنا عليه، يسببه شيء اسمه البريون. البريون اللي هو ما فيه مادة وراثية، وبالتالي هو ليس كائن حي أصلا، وإنما هو نوع من أنواع البروتينات لما بيدخل الجسم يسبب أن البروتينات اللي داخل الدماغ تتكاثر بشكل غير طبيعي. وهذا المرض أول مرة تم اكتشافه عام 1920، ولكن ما شخصناه إلى فقط منذ بعض الأعوام، يعني من 10 سنين لما صارت جائحة جنون البقر في بريطانيا وعبر العالم، فعليا يعني كان أمر مثير للقلق جدا. الآن هذا المرض يعيد الحوادث اللي شهدناها يوم صار جنون البقر. زومبي الغزلان الآن تم تأكيد إصابة بعض الغزلان في شمال أمريكا، والمشكلة أنه هو البريون هذا الكائن أو ما هو كائن، هذا الشيء الصغير صار ينتقل من نوع حيواني إلى آخر، وبالتالي احتمالية الانتقال إلى الإنسان هي احتمالية واردة، والمشكلة أنه إحنا لا عنا تشخيص ولا عنا علاج ولا عنا لقاح أمام هذا الأمراض، وهذه الأمراض يعني قد يكون قاتل بنسبة تصل إلى 90% سواء للحيوان أو للإنسان، ولذلك فعليا أمر مقلق. طيب، يعني بعد خبرة يعني دكتورة خلال سنوات كورونا اللي بتحكي الآن، هذا مفزع بشكل رهيب. يعني لا أنت بتقول ده أنه لا علاج، لا لقاح، لا يعني طب في وقاية على الأقل؟ تمام، الوقاية هي السبيل الأهم. هلأ البريون بما أنه هو يدخل بشكل أساسي للمخ والنخاع الشوكي، أهم أمر أنه نحن نبتعد عن تناول الأعضاء الداخلية للحيوانات مثل الغزلان مثلا، المخ والنخاع الشوكي، هي أول نقطة. النقطة الثانية هو الابتعاد عن أي كائن حي يصدر تصرفات غريبة. أنت دحين قصدك أنه أي مخ لأي حيوان ما حد يأكله الآن المواشي، خلينا نركز المواشي فقط، لأنه البريون هو معروف أنه هو كان موجود في البقر، الآن موجود في الغزلان وغيرها، إذن المواشي نبتعد فعليا، خاصة في المناطق الموبوءة الآن شمال أمريكا، وقد يكون في مناطق أخرى، ونتأكد من مصدر هذه اللحوم أو الأعضاء الداخلية، نتأكد من مصدرها، هل الحيوان كان فيه إشكالية قبل ما يموت؟ لأنه فعليا إذا احنا يعني هذه يعني مراحل متقدمة، ما حد حيروح يسأل على أصله وفصل الحيوان، نحن من البداية خلص حلوة هذه نبطل ناكل الأمخاخ حقة المواشي، كويسة هذه، بس إنه زومبي الغزلان يموت
على طول يعني؟ للأسف لا، مو على طول، ممكن الأعراض تأخذ سنة تقريبا، حتى فترة الحضانة ممكن تأخذ سنة، البريون ممكن يكون كامن في الجسم لفترة سنة ومن ثم تظهر الأعراض. الأعراض عصبية، فعليا اضطراب في المزاج، اضطراب في السلوك بشكل عام، اكتئاب، ومن ثم أعراض عصبية، الأعراض العصبية بكل أنواعها، ومن ثم قد تحدث الوفاة قد تحدث في حوالي أكثر من 80-90% من الحالات. لأنه مثل يعني هذا دكتور حتى رصده صعب، لأنه أنت بتتكلم على أعراض يعني معظم اللي حوالينا ماشيين فيها يعني. بالضبط بالضبط، رصده صعب جدا يعني، لذلك تذكرنا من جنون البقر لما صار من أكثر من 10 سنوات، رصد الموضوع صعب، تشخيصه صعب جدا، وأيضا متابعته، لأنه الوفاة قد لا تحدث مباشرة والأعراض طيب. قد لا تتطور بشكل سريع وإنما تأخذ وقت. طيب خلينا ننقل على حمى الببغاوات، إيش وضعها هذه؟ هاي الأسهل، هذه الأسهل، حمى الببغاء الآن، لأنه تسببها بكتيريا. هلا نحن متعودين نتعامل مع البكتيريا، بتسممها بكتيريا اسمها كلاميديا بستاسي، اللي هي تستجيب للفضلات الحيوية، ولكن الحقيقة بتسبب التهاب تنفسي خطير عند الحيوانات، قد تصل الوفيات عند الطيور 90%، ولكن عند الإنسان بفضل العلاج، الحمد لله في عنا علاج هون، اللي هو التتراسكلين، ممكن يتأخذ لمدة 10 أيام، من الممكن أن يسبب يعني تحصل الشفاء الكامل، ولكن قد تحدث الوفية بنسبة قد تصل إلى 20-30%، والأهم أنه هو ينتقل عبر غبار الطيور، وبالتالي الابتعاد عن غبار الطيور المصابة هو وقاية فعالة جدا. كيف ابتعد عن غبار الطيور؟ يعني ما قرب من الطيور اصلا يعني، ولا ايش اسوي؟ الابتعاد عن الطيور، هلا خاصه عم نحكي على مالكي الطيور او مربيها، يعني الان الاصابات اللي صارت بالسويد معظمها هي من ضمن مربي الطيور. أوكي. اللي الدواجن وغيرها، وبالتالي عند التعامل مع الطيور أن واحد يكون لابس كل الأدوات التي تحمي، سواء القفازات أو غطاء الوجه وغيرها. أما الأشخاص العاديين فمجرد الابتعاد عن الطيور، لأنه هنا ما ساكنين مع الطيور، وبالتالي الابتعاد عن التواصل اللصيق مع الطيور بيكون كافي. وبنبه أنه لحد الآن هذا الأمر بالطيور المدجن، يعني ما هو بالطيور الأليفة الموجودة بالبيوت، ولكن قد يحدث أنه ينتقل لهذه الطيور الأليفة، ولكن الآن الحمد لله ما في إصابات بالطيور الأليفة، وبالتالي قد لا تشكل تهديد الطيور الموجودة بالبيوت. طيب أوكي، شكرا لك على هذه المعلومات. يعني والله ما أعرف إيش أقول لك يا دكتور صراحة، يعني صار عندي ضربات كده قلب، تسارع في ضربات القلب وكده، يعني لا أنا خايفة. طيب أوكي، بس أنا بشكرك على هذه المعلومات وهذه التوضيحات، وإن شاء الله خير. كان معنا من لندن عبر سكايب الدكتور عبد الكريم قزيز، طبيب علم الوبائيات والأمراض.